بدنا نروح إلى إنجاز أردني جديد بميداليته الذهبية اللامعة، حيث أهدى عمر قرادة للأردن فرحة عارمة واعتزاز كبير بالإنجاز الذي حققه بتجاوز الإطار الرياضي، يعني ليصل إلى قلب كل أردني، حيث مثل مصدر إلهام لكثير من الشباب والأجيال القادمة، وأثبت للعالم أجمع أن الإرادة والعزيمة قادرتان على تحقيق المستحيل. وما يجعل إنجاز عمر قرادة أكثر تألق هو الجانب الإنساني اللي بتمتع فيه، بالرغم من التحديات اللي واجهها استطاع أنه يتخطاها جميعها ليصل إلى القمة. عمر قرادة هو نموذج يحتذى به في العطاء والتضحية، وبرهان حي على أنه الإعاقة لا تعني العجز، بل هي الدافع لتحقيق المزيد من الإنجازات. يعني لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البرلمبي عمر قرادة أمس توج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كيلوغرام في دورة الألعاب البرلمبية والجارية حاليا في العاصمة الفرنسية باريس. ونجح قرادة من قاعة بورتو دي لا شابيل في باريس بإهداء الأردن أولى ميدالياته بعد رفعه وزن 181 كيلوغرام في دورة الألعاب البارولمبية باريس 2022. ولحتى نحكي أكثر عن هذا الإنجاز الذي يعني يسجل للأردن، فعليا بنرحب باللاعب المنتخب الوطني الكابتن عمر قرادة. صباح الخير كابتن. صباح الخير، أهلا بكم. يا هلا ومرحبا فيك كابتن. بداية مبروك هذا الإنجاز، مبروك إلنا ومبروك للأردن على تحقيقك هذا الإنجاز. تحكي لنا عن المشاركة الأردنية في هذه البطولة وعن هذا الإنجاز اللافت وحصولك على الميدالية الذهبية. حبيبي صديق العزيز، شكرا كثير على استضافتكم على عمان تي في. إنجاز طبعا كان كثير حلو، و يعني قبل الإنجاز هذا كان في إنجاز أولمبياد طوكيو، كانت تحضيرات لفرنسا 4 سنوات يتخللها عدة ميداليات، كانت الحمد لله ذهبية، وهي فرحة كانت أردنية وعربية وعالمية. فشعور كثير حلو لما العلم يرفرف بين 162 دولة، فهذا مبخرة لي أولا، وأنا بعتز في بهذا الإنجاز لبلدي العزيز. طيب عمر، بدنا تحكي لنا عن التحديات اللي واجهتك بهاي البطولة. طبعا أنا تنافست مع 10 من أقوياء العالم، صفيت أنا وآخر إشي 3. كانت المنافسة بيني وبينهم فرق كيلو بس واحد، وكان الإصرار والعزيمة لهذه الميدالية بالذات، لأنه طموح الذهب والمنصة غير مختلف. أكيد طبعا، وأنت لاعب مختلف ودائما نعتز ونفتخر فيك يعني عمر. وبدنا نحكي اليوم عن تهنئة سمو ولي العهد لحضرتك، كيف استقبلتها؟ طبعا سيدي سمو الامير حسين رفع من معنوياتي اضعاف في مباركته، وكنت سعيد كثير جدا، والشعب الاردني كله طبعا استقبلت عده تهاني منهم، هذا كان كثير فرحه لي. طبعا انا صوتي رايح امبارح لانه كان في كثير والحمد لله رب العالمين تكلل بالذهب للاردن الغالي. الأردنيون يعني فخورين فيك أستاذ عمر، وإحنا كلنا مبسوطين وتابعنا بكل حب واهتمام هذا الإنجاز، بس بدنا نعرف اليوم كابتن ماذا سيضيف هذا الإنجاز للألعاب البرلمبية في الأردن؟ الحمد لله رب العالمين، يعني في إنجاز قوي باللجنة البرلمبية، أعطينا أبطال مش بس عمر، وإن شاء الله راح يكون في إنجازات أخرى جاي قادمة على الطريق. كل هالتحضيرات عدة سنوات، وإن شاء الله دائما نضل علمنا عالي إن شاء الله. عمر، إيش بتوجه رسالة لكل اللي قاعدين بيسمعوك وبتابعوك عبر شاشة عمان تي في وأثير إذاعة روتانا؟ بوجه رسالة طبعا لشعبنا الحبيب، إنه الرياضة البارلمبية رياضة تنافسية وبقوة، يعني أنا كرياضي وزن جسمي 47 كيلو، أنا ولدت تشوه خلقي،
فأعلى رقم سجلته 182 كيلو، تقريبا 4 أضعاف وزني. فالرياضة جدا صعبة ومشتهلة، والإنجاز فيها سهل. وإن شاء الله بنشوفك دائما وبنشوف العلم الأردني برفرف في كل المحافل الرياضية العالمية، وأنت فخر للأردن وفخر لنا جميعا. كنا مبسوطين زي ما حكينا الكابتن عمر بمتابعتك، وإن شاء الله دائما الذهب حليفك وحليف أبطالنا واللي بيرفعوا راسنا بكل مكان. كل الشكر الكابتن ولاعب المنتخب الوطني عمر قرادة، كل الشكر، كنت معنا من باريس.